اسمها الادينوكارسينوما. الادينوكارسينوما جايب لك فيها المصل تمام بتاعه الانتستين علشان يقول لك ان اللي فوق ده كل ليتل هايبركروماتيك ده عباره عن مالجنت جلاند هايبركروماتيك وعامله بابيلاري بروسيس وبعدين داخله عامله انفلتريشن هنا وداخله عامله انفلتريشن ايه هنا والحته دي ممكن تكون نورمال اللي على جنب دي بس مش هجيب لك عليها سهم هجيب لك سهم على دي وعلى المصل وعلى الانفلتريشن فهتقول له لو حط لي سهم هنا هقول له دي هايبر بلاستيك سوري هايبر كروماتيك مالجننت جلاند هايبر كروماتيك مالجننت ايه فورمينج بابيلاري بروسيس فهايبر كروماتيك كروماتيك مالجننت جلاند فورمينج بابيلاري تاني نقوله قولوا انتوا بقى هايبر كروماتيك مالجننت جلاند فورمينج بابيلاري دي عباره عن سموز مصر وده هيموج اللي في النص ده ايه هيموج ودي عباره عن انفلتريشن في الانتستاينال وول انفلتريشن فين وحته على جنب هنكبرها دلوقتي عباره عن نورمال ميكوزا التكبير بتاعها جايب لي الحته النورمال اهي هتلاقي الجلاند كلها لايند بصف واحد من الخلايا كل دي جلاند نورمال صف واحد بس من الخلايا كريبت اهي تمام كلها لايند باي 1 رو اوف سيلز صف واحد اما تتحول لمالجنن يزيد عدد الايه خلايا وتبقى هايبر كروماتيك فيري دارك ان كلر فدي الحته النورمال ودي الحته المالجنن دي مالجنن انتستاينال جلاند ودي نورمال ميكوزا هيشاور لي هنا دي مالجنن انتستاينال ايه جلاند واقول له دي نورمال ايه ميكوزا دول الاثنين اللي ينزلوا دي ما تنزلش لوحدها دي عباره عن مالجنن جلاند بس اما نجيبهم على جايبينهم على الله مش مشكله نرجع تاني هناخد الشرائح اللي بعدها الاخيره وهنراجعهم تاني كلهم بتوع الانتستين ما تقلقوش تاني يا شباب ادي الشريحه بتاعت ادي الكارسينوما انتست فيها ثلاث حتت هايبر كروماتيك مالجنت جلاند فورم بابيلر بروسيس سموث ماسل وهي وفي ايه فلتريشن وده عباره عن هيموج خلاص التشخيص بتاعي ادينوكارسينوما انتست ادينوكارسينوما ايه الهايبر بتاعتها نورمال اريا ومالجننت ايه طيب انتوا عارفين يا اولاد الادينوكارسينوما وبعدين اتحولت لمالجننت اهي تحت الزرقاء دي اسمها ما بتنزلش خلاص وبعدين الجلاند دهيت اللي كانت فيها مالجننت وبقت هايبر كروماتيك راحت مبشره فبقت حتت اهي شايفين الحتت دي خلايا اهي متناسقه ودخلت جوه المصل هي والميوسين اللي في الارضيه انتوا متخيلين المنظر ده ولا لا طيب تعالوا نشوف المنظر ده كده ادي الكارسينوما دي عباره عن سموز مصل شايفين ده دي كل سموز ايه مصل باند كل ده سموز مصل باند وده هي بقايا الجلاند دي ريمننت اوف فابشر دي مالجننت جلاند ريمننت اوف فابشر ايه واللي في الارضيه ده عباره عن ميوسين لاكس ميوسين ايه طب هكبرها لكم عشان تتخيلوا انا خدت حته كبيره يا اولاد ادي الماسل باندل اللي انتوا بتشوفوها الصغيره دي والارضيه كلها ايه ميوسين كلها ايه وخدت الحته دهيت ده كبرتها اهي دي الحته اللي فاضله من الايه من الجلاند اما تجيب بقى الليوبار تتخيلها تاني عباره عن باندل من السموث ماسل والارضيه فيها ايه وفيه ابشر دي مالجننت جلاند فلوتد ان ذا ميوسين عايمه فين في الميوسين يبقى لو شاور لي على دي اقول له دي عباره عن ايه ابشر مالجننت ودي عباره عن ايه ودي عباره عن ايه بس خليك شاطر وقول له فلوتد ان ذا ميوسين فلوتد ايه طب لو شاور على اي باندل من دول اقول له دي عباره عن باندل اوف سموث ماسل لو شاور على الارضيه نفسها اقول له دي عباره عن ايه لاكس اوف ايه وادي الهايبر بتاعتها ادي السموث ماسل باندل وادي الميوسين وديت عباره عن ريمننت اوف رابشر دي مالجننت ايه جلاند وادي كلها على بعضها تخيلوها بقى ادي ميكويد كارسينوما انتست السموث ماسل الميوسين الحته بتاعت الجلاند خلاص التشخيص بتاعي ميكويد كارسينوما ايه
التست. طيب تعالوا بقى ايه نراجع التست تاني. شكلكم نسيتوها صح؟ ايه دي يا اولاد؟ ايه اسمها ايه؟ اكيوت سابيوراتيف ابنديسايتس. اكيوت اكيوت سابيوراتيف ابنديسايتس. اللي في اليومين ده ايه؟ انفلاماتوري سيلز وديستراكتد الميكوزا او صريت الصاب ميكوزا سايليت الكونجستيف بلاد فيزلز والانفلاماتوري السيروزا انفلاماتوري سيلز اللي سوء الماسكولوزا انفلاماتوري سيلز السيروزا انفلاماتوري سيلز وده الكونجستيف ايه نفس الكلام هنا التشخيص بتاعي اكيوت سابيوراتيف ابنديسايتس تشخيص عيبك ايه لو شاور لي على دي ها ميكوتيك انفلاماتوري ايه دي ديكا راوند انتاميك ايسوليت راوند بوكس ها زيدو فيليك سايتوبلاس سيدريك نيوكلياي كونتيني الاربسيز كونتيني ايه فين الاربسيز دي اربسيز ايه ودي اربسيز ودي اربسيز دي اربسيز تمام ودي النيوكلياي سيدريك خلاص التشخيص بتاعي كل الناس انما الراوند بوديز دي ها كل دي ليه النقط السوداء دي كلها دي كلها انفلاماتو سيلز ماشي دي ايه لازم ليه لازم البولي ده عباره عن هايبر بلاستيك كرونيك ميكوز وده عباره عن كونكتيف تيشو ايه كونتينيك كالسيفايد بالهازيال تمام تشخيص طبعا ايه ادينوما ايه ايه ده طيب ايه ده بلاستيك ميكوز جلاند وده عباره عن ايه سيست ايه فورميشن جلاند فورمينج ايه سيست تشخيص ادي نوع الكارسينوما ايه اللي ديت هايبر كروماتيك مالجننت جلاند فورمينج بابيلاري بروسيس هايبر كروماتيك مالجننت جلاند فورمينج بابيلاري بروسيس ها ها اريا اوف دي نورمال ايه نورمال ايه ودي ودي عباره عن هيم دي عبارة عن نورمال جلاند ودي عبارة عن مالجنم في ايه؟ دي عبارة عن ايه؟ ميكويد ايه؟ ايه ده؟ ريمننت اوف ابشر مالجنم في جلاند ريمننت اوف ابشر مالجنم في جلاند دي عبارة عن سموز ودي برضه سموز ايه؟ انما اللي في الارضية لاكس اوف ميوسين او ميوسين دي نفس الكلام ادي السموز ماسلز وادي اللاكس اوف ايه؟ ميوسين دي عباره عن ريمننت وتراكشر مالجننت ده بالنسبه لسيب اللي هي الليفر دلوقتي خدونا في الاخر عشان خش خش بيه خلي الليفر في الاخر كميل قول والله ليه نعم اسمع يا حبيبي كميل جينيتال تراك قبل ما نشرح كميل جينيتال تراك لازم تفهموا حاجه مهمه جدا شوف رجلي حلوة يا سيدي بص يا ولاد طبيعي في الفينيل في حاجة اسمها السايكل مش كده ولا لا؟ السايكل دي لها مولفة الفيز اسمع يا ابني ولها سكريتوري فيز وبعد كده المنستوريشن مش كده؟ دي حاجات كلها فيسيولوجي مش كده ولا ايه؟ انما انتوا عليكم شريحتين بتاعة البروليفريتيف والسكريتوري اللي هو الفيسيولوجي ده موجود مهم جدا جدا تعرف ان السايكل دي اندر هرمونال ايه الفكر البروليفريتيف فيز اندر الفكر اوف استروجين هرمون مش كده ولا لا اللي بيطلع منين من الجريفيوم فوليكل في السيرش يبقى الاستروجين هرمون ده بيطلع منين ده هرمون البناء اللي بيزود عدد الخلايا ويزود حجم الجلال وبيزود الاسترومال سيلز اصلا لغايه اليوم ال14 وتقوم افشار الجريفيوم فوليكل
فتقوم مطلع لي ايه؟ جلوبة، وبعدين هي تتحول لكوباسلوتين. يبتدي الكوباسلوتين يطلع بروجستون. البروجستون ده يحول الاندوميتريوم من بوليفريتيف لحاجة اسمها سيكريتو، حاجة اسمها ايه؟ سيكريتو. المنظر بيختلف تماما. في حالة البوليفريتيف بتبص تلاقي منظر اليوترس كده. خلينا فوق احسن كده. لو انا خدت كات سيكشن في اليوترس في حالة البوليفريتيف هبص الاقي الجلاند كلها اصلا بتبقى عاملة تيوب كده. وكلها تقريبا قد بعضها، والمسافات كلها بينها تقريبا متساوية. والجلاند دي ما بينها خلايا اسمها ستومال سيلز، اسمها ستومال ايه؟ سيلز. تمام. خلايا سبندل كده اسمها ستومال سيلز ما بين الجلاند. لو خدت الكات سيكشن كده الجلاند كلها هتبان عندي كده. صح ولا ايه؟ وممكن عشان بس تبقوا عارفين وما تتلخبطوش، الاندوميتريوم ده ما بشيلش اليوترس اخد منه واحده سليمه يوترس، ده بيجيب لي كحته، خش بمعلقه سامع معلقه الكحته كده يكحت حته ويجيب، فممكن تيشو يبقى جاي شمال والتاني جاي معاه يمين، فلما اخد الكات سيكشن ممكن الاقيه يجي لي كله كده او تجي لي واحده تانية معاهم كده، فاهمين؟ لونجيت، انما نفس الشكل، يعني ممكن الاقي المنظر ده وده بالمنظر ده كده. المهم يا اولاد ان دايما كلها مور ليس قد بعضها، والمسافات بينها متساويه، والخلايا اللي بينها خلايا زرقاء سبندل اسمها ستورمال سيلز، اسمها ايه؟ طيب اللايننج بتاعها كلها كولومنر ايبيثيليوم. لايننج كولومنر ايه؟ ايبيثيليوم. يطلع البروجستون يبتدي الجلاند شكلها يتغير خالص. تبص تلاقي الجلاند بقت عامله كده، يبتدي يحصل لها دايلاتيشن ويحصل لها سيريشن، تبقى عامله زي اسنان المنشار. تمام كده؟ طوش لازم لكم ما بيقول. تمام كده؟ الواد ده جاي من زياده. الواد ده بيذاكر من وراك. خلاص؟ بس يا جدعان. وتلاقي الكولامنر ده ابتدى يقل في السايز بتاعه، بقى له كولامنر وابتدى تطلع سكريشن تنزل في اليوم. وانما السيلز اللي هنا اللي هي في الاستروما ابتدى يحصل لها ايديما، يحصل فيه ايديما فايه؟ فتوسع عن بعضها، تبقى بعيده عن بعضها خالص. ده النورمال. افرض بقى واحده ست، الواحده ست دي ما حصلهاش رابشر للجريفيوم فوليك، هل هيطلع بروجستون؟ بتن اندر افكت اوف ايه؟ فيقوم الاستروجين محولها لاندوميتريال هايبربليزم. اندوميتريال ايه؟ هايبربليزم. تبص تلاقي الجلاند بقت واحده عامله سيست دايلاتيشن والثانيه لسه نورمال، واحده بقت ايريجولار شويه والنمبر زاد قوي، تمام؟ بقت بالمنظر ده، حاجة ريجولر مش طبيعية. تمام؟ والتالت الاستومال سيلز هي كمان تزيد قوي. زرقة في الايه؟ في الأرضية. ده بقى اسمه اندوميتريال هايبر ايه؟ طب لا الست دي ما استعالجتش. لو كان الاستروجين يزيد 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 تقوم داخلة في اندوميتريال كارسينوما. يبقى هايبر كروماتيك جلاند وريجولر وتعمل الانفلتريشن للسموث ماسل اللي تحتها. يبقى دي عباره عن جلاند بقت هايبر كروماتيك وتعمل الفلتريشن تحت السموث ماسلز. لو دي هنا في سموث ماسلز يبقى انا عندي الاستروجين فيه مشكله جامده جدا بيعملها عند الستات. علشان كده دايما كنت بقول لزمايلكم اللي كانوا معايا الستات اللي هم بتوع الممثلات وكده دايما بياخدوا استروجين وبتاع عشان تتظبط. فدايما تلاقي جايلك بكانسر اندوميتريوم او حتى كانسر بريست، لان دايما بيعمل في الاندوميتريوم كده بيعمل برضه ماما اسيستك هايبرفليزيا وبعدين يخلق ماما كارسينوم. تمام؟ شكله حلو مسلكه. انتوا فهمتوا القصه دي ولا لا؟ اسمها البوليفريتيف ايه؟ بوليفريتيف فيز اندوميتري. النورمال طبعا ده حاجه فيسيولوجي. هتبص تلاقي الجلاند مور لسه راوندد معظمها
مول لس قد بعضها، في اللي منها عامل زي الايه تيوب اهي تمام، والاستومه كلها زرقاء عباره عن استومال سيلز. طيب هشاور لي على ايه الراجل ده؟ هيقوم حاطط لي على الجلان، اقول له دي بوليفيتيف جلان، حاجه اسمها البوليفيتيف فيز. البوليفيتيف فيز هيشاور لي على الجلان ده، اقول له دي بوليفيتيف جلان لايند باي كولامنا ريجسيلي. تكتب كده، هشاور لي على اي واحده منهم اقول له دي بوليفيتيف جلان لايند باي كولامنا ريجسيلي. ما بتقول لنا نوسك ايش ولا بتاع بقى؟ بوليفيتيف جلاند لايند باي كولامنا ايه؟ هشاور على الاستوما اقول له دي سبندل استرومال سيلز او استرومال سبندل سيلز. استرومال ايه؟ التشخيص بوليفيتيف فيز، مش عايز اكتر من كده. تاني على الجلاند اي واحده منهم هقول له ايه؟ بوليفيتيف جلاند لايند باي كولامنا سيلز. على الاستوما في اي مكان هقول له عباره عن ستوما كونتيننج سبندل سيلز. كونتيننج سبندل ايه؟ سيلز. بصوا بقى الشريحه اللي بعدها الجلاند بقت عامله ايه؟ سيريشن اهي، بقت تشوس، بقت ايه؟ وجواها سكريشن، وجواها ايه؟ وابتدت تظهر مسافات هتشوفها بالهاي باور، مسافات بيضاء بين الخلايا اللي هي الإديمة. فهيشاور لي على الجلاند اقول له دي عباره عن سكريتوري جلاند لايند باي لو كولامنا ابيثيليا وكونتين سكريشن. سكريتو جلاند لايند باي لو كولامنر ابيثيليوم او كيوبيكال، عشان حكايه لو كولامنر دي ما تتلخبطوش فيها، قول كيوبيكال ابيثيليوم مع ان ده عكس الهيستولوجي. الكيوبيكال ما بيبقاش غالبا ما بيبقاش فيه سكريتو، بس اكتبها مش مشكله ماشيه. يبقى تاني اهو سكريتو جلاند لايند باي كيوبيكال ابيثيليوم اند كونتين سكريشن. هيسأل لك على الاستوما تقول له استوما كونتين سبندل سيلز اند ايديما. سبندل سيلز اند ايه؟ ادي الهاي باور بتاعتها، ادي الجلاند سيريشن اهي ملولوه، وادي الاستوما كلها فيها ميه ايديما وسبندل سيلز، وادي اليومي فيها ايه؟ سكريشن فيها ايه؟ يبقى ده سكريتور. نجيبهم جنب بعض، هنجيبهم كلهم جنب بعض في الاخر. طيب اللي حصل لها ريجولاتي بقى وعملت سيس دايلاتيشن كده بقى اسمها ايه؟ يبقى لما الجلاند يحصل لها سيست دايليتيشن وتبقى ايريجولار وفي دايليتد بلاد فيزلز اهي في الاستوما، والاستوما بقت كومباكت، بقت اسمها ها اندوميتريال هايبر، هيشاور على ايه؟ يحط دي تقول له جلاند فورمنج سيست فورميشن. ها جلاند فورمنج سيست، ها جلاند فورم سيست، جلاند فورم سيست. تمام؟ على الاستروما تقول له استروما كونتيننج كومباكت. كلمه كومباكت دي مهمه جدا، كومباكت يعني زادت قوي فضغط على بعضها، كومباكت سبندل سيلز. يبقى استروما كونتيننج كومباكت سبندل سيلز. على الاحمر ده اهو قول له عباره عن دايليتد بلاد فيزلز اند هيموريج. دايليتد بلاد فيزلز اند ايه؟ اند هيموريج. طيب تعالوا نشوف ادي الهاي باور بتاعتها. الجلان بقت دايليتد وعامله بابيلاري بروسيس. يبقى هيجي لي هنا يحط لي هنا السهم اقول له دايليتد جلان ويز بابيلاري ايه؟ على فكره غالبا السيستم اللي هيبقى فيه شرايح كتير هيقول لك اسم السيستم. تمام؟ ده ان شاء الله يعني السيستم اللي فيه شريحه واحده ولا بتاع مش هقول اسم السيستم. زي مثلا التستز زي البوستد وحاجات ثانيه، انما زي الحاجات الليفر او الفيميل او الانتستن او كده هيقول لك دي انتستن. خلاص؟ فالامور هتبقى اسهل كمان، يعني كلهم بيسالكوا على التاني. ربنا يكرمك يا مش انا، انتوا جميعا. انت و اندوميتريال جلان، اسمع. عامله سيست فورميشن وفيها بابيلا ايه؟ والاستروما استروما كونتيننج كومباكت سبندل سيلز. كومباكت سبندل ايه؟ خلاص يا جماعه؟ تعالوا نجيب الشرايح كلها جنب بعضها بتاعه اليمين. دي ايه؟ التشخيص الاول نحفظ دي ايه؟ الاثنين دولت دي اندوميتريال نعرفها من السيست. اندوميتريال هاي بقى اعرفها من ايه؟ هو يقول لي ان دي فيميل اصلا عشان ما تلخبطش في السيست بتاعه الايه؟ البوست. مش كده ولا ايه؟ هو يقول لي دي ايه؟ فيميل. وبعدين اجيب الهاي باور بتاعتها. الله
خلاص يا ولاد البني عباره عن سيست وفيها بابيلها ايه؟ طب نرجع لهم تاني. ها تاني. ها. 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 600 ريال؟ دي ايه؟ ما تشاورت على ده؟ عليه بس يبقى ايه؟ لكن هو شاور لك على الجيلاند تقول له سكيورتي وجيلاند بايند بار ممكن سيريال اند كونفيز سكريش. طيب شاور على الاستوما. استوما وسبند سيلز اند ديما. استوما وسبند سيلز اند ديما. طيب هنا تشخيص. تشخيص ده ايه؟ سميتر الهايبر ده عباره عن جلاند فورمنج ايه؟ ودي جلاند فورمنج ودي جلاند فورمنج. انما الاستوما هنا كومباكت استوما كونتيننج كومباكت سبندل. الاحمر ده ايه؟ فايليتد بروفيزنز اند هيمو. دي التشخيص. لو جاب الهاي باور هشاور لي على ده اقول له ايه؟ بابيلا ريبوسيس سيست عامل ايه؟ اسمع انا اقول انت جلاند فورمنج سيست ويز بابيلا ايه؟ بابيلا ايه؟ بروسيس. والاستوما كومباكت سبندل سيل استوما كومباكت سبندل سيل. تشخيص اندوميتريال هايبر بليس. اندوميتريال هايبر بليس يبقى بروليفريتد فيز سكريتوري فيز اندوميتريال هايبر بليس. فبروليفريتد فيز سكريتوري فيز دويت على ايه؟ هايبرفليزيا. تعالوا بعد كده نخش على حاجه خايبه خالص. باندلو في سموز ماسل. هي فاجر كده. دي باندلو في ايه؟ في سموز ماسل. عباره عن دي كلها سموز ماسل اهيت الحمراء دي والزرقاء دي كلها النيوكلاي بتاعتها. وعامله باندل ماشيه اهيت في ايه؟ في اتجاه واحد او في اتجاهاتها دي كلها باندل. وده بلاد فيزيتس اللي ما بينها ده ايه؟ بلاد فيزيتس. ده هيشاور لي على دي اقول له باندل. يعني صعب ان شريحه زي دي خايبه ينزلها يعني. انما عرفوها ما فيهاش حاجه يعني. طيب لايو مايوما دي هتقول له دي لايو مايوما. لايو دي باندل في سموث ماسل وده بلاد ايه؟ فيزيتس. طيب لو جاب لك الهاي باور بتاعتها بلاد فيزيتس حلو قوي مش نازله. ما علينا بقى. دي عباره عن باندل يا اولاد اهي في الهاي باور. اسمع باندل في سموث ماسلز جايبها ليه ديت علشان تقول له ان لها ايزينو فيليك سايتوبلاز والونجيتد نيوكلياي. هنا ايه؟ الونجيتد. المفروض يا دكتور ان احنا هنبص في حاجه مش شايفينها. احنا مش شايفين الونجيتد. الشات دي كلها نيوكلياي. دي كلها نيوكلياي. والسيتوبلازم الاحمر ده دي لونجيتد ولا مش لونجيتد؟ بلاش اديها سبندل سيل نيوكلياي. الاثنين هم ادي السموز ايه؟ اسمع يا ابني ادي باندل في سموز ماسل وادي البلاد فيزل ودي السموز ماسل فيها الونجيتد نيوكليار. طبعا هيقول لك دي عباره عن لا مش هقول لك دي عباره عن لايوما يوما. ده هيقول لك انت في الفيميل ويجيب لك الشريحه دي هي الشريحه الوحيده اللي فيها سموز ماسل اللي هي بتاعت المايو ايه؟ المايو. خلاص؟ شريحه تافهه يعني. فيميل وجاب لي جلاند هايبر كروماتيك مع سموز ماسل الجلاند داخله فيها تبقى ايه؟ ادرو ايه؟ تاني ادرو كارسينوما عباره عن هايبر كروماتيك مالجننت جلاند عامله بابيلر بروسيس. برضه دايما المالجننت جلاند على السيرفس يا ولاد على اي سيرفس تعمل بابيلر بروسيس. المالجننت جلاند في اي سيرفس سواء كان ستومك سواء كان انتستين سواء كان يوتاس اي هولو اورجن يعني. اول ما يطلع مالجننت جلاند قبل ما تعمل الفلتريشن تحت تعمل بابيلا بروسيس ايه؟ وبعد كده تقوم نازله عامله الفلتريشن في المصري. تمام؟ فلازم كده تقول ان دي عباره عن مالجننت جلاند فورمنج بابيلا ايه؟ بروسيس. نمره اثنين دي جلاند انفلتريت السموز ماسلز. ريجولار جلاند انفلتريت السموز ايه؟ والاحمر ده هو السموز ماسلز. امال ايه اللي جوه الجلاند ده؟ هي مش جوه الجلاند؟ اسمه بتاع اسمه ها سكريشن باش احمر قوي كده. ايوه خلايا ميتة يبقى اسمها ايه؟ بس خلايا ميتة يبقى اسمها ايه؟ ميكوز كده يبقى فينا ايه؟ ميكوز. جوه الجلاند فيه ايه؟ صح ولا ممتاز. يبقى انا عندي هنا شاور لي على الاتي
هيقول لي ان انت في الفيميل وشاولني على الميكوزة اللي فوق اقول له ايه؟ هايبركروماتيك مالجننت جلاند فورمنج بابيلاري. هشاولني على الجلاند اللي تحت اقول له مالجننت جلاند انفيريت السموز. على الحته الحمراء دي عباره عن سموز ايه؟ على الحته اللي جوه الجلاند اقول له عباره عن نيكروزس. عباره عن ايه؟ التشخيص بتاعي قادر اكسروها فين؟ يطرس. نفس الكلام هيقول لك برضه ادي السموز ماسلز الحمراء دي سموز ماسلز. كل اللي فوق ديت جيلان عامله بابيلاري بروسيس وعامله انفلتريشن للماسل. يبقى هشاور لك هنا تقول له دي سموز ماسل، وهشاور لك هنا تقول له دي عباره عن مالجننت جلاند فوق من البابيلاري. هنا مالجننت جلاند انفلتريت خلاص الاثنين جنب بعض اهو. ادي مالجننت جلاند فوق من البابيلاري بروسيس، مالجننت جلاند انفلتريت الماسل فيها نيكروزس، وادي السموز ماسلز. دي كلها جلان، دي انفلتريت الماسلز، ودي عامله بابيلا بروسيس، ودي السموز ايه؟ ماسلز. التشخيص بتاعي ادي كارسينوما يوتر. انه كارسينوما ايه؟ او اندوميتريال كارسينوما. واحد ايه ده؟ قبل ما نقوله وات از ذا ما تعملوش انتوا اول مجموعه لسه في بعدكم مجموعه يعني ايه؟ مش عايز كل شويه مجموعه. اسمع يا حبيبي، دي عباره عن فيزيكولا عمود. التشخيص بتاع هنا ايه؟ كل دي في اللايف الريجولار في اللايف مليانه. يبقى لو شاور لي عليها اقول له ايديميتس الريجولار كوريونيك في اللايف. ايديميتس الريجولار كوريونيك ايه؟ في اللايف. حلو الكلام؟ لو شاور لي على اللي جوه ده اقول له ايديميتس كونكتف تيشو كور. ايديميتس كونكتف تيشو ايه؟ كور. امال ايه الخلايا الزرقاء دي؟ اقول له هايبر بلاستيك سايتوتروفو بلاست اند سنسيتوتروفو بلاست. والله هقولها مره واثنين و15 اسمها ايه؟ دايجنوزيس فيزيكولار مود. دايجنوزيس ايه؟ او كومبليت فيزيكولار. ونزل سنه عشان نشوف الدايجنوزيس. فيزيكولار يا دكتور؟ كده حلو كده حلو. طلع سنه بس كده. بس تمام. الدايجنوزيس عندي كومبليت فيزيكولار مود، وكلمه فيزيكولار مود هي هايدات فيلم مود. حاجه واحده. طيب يا ابني سن حط ورقه ولا حاجه. بص الورقه كده حلوه. الفصل ورقه عباره عن كرويونيك في اللايف ماشي، وده اللزق ده هو الابيثيليال بتاعها، وده الكونكتيف تيشو كور بتاعها. لو شاور لي على واحده من دول اقول له ايديميتس كرويونيك ايه؟ او هيدروبيك كرويونيك في اللايف. شاور على الكور من جوه اقول له ده ايديميتس كونكتيف تيشو كور. شاور على اي حاجه من الزوق دولت اقول له هايبر بلاستيك سايتوتروفو بلاست اند سيتو ايه؟ تروفو بلاست. التشخيص بتاعي ايه؟ بنكتب. لو شاور عليها كلها كده دي كرونيك باللايف. لو دخل بالسهم جوه ده كونكتف تيشو ايه؟ شاور على الازرق ده تقول له هايبر بلاستيك سنسيتو اند سايتوتروفو بلاست. التشخيص بتاعي كومبليت فيزيكولار مول او هيداتي فورم ايه؟ تاني نرجع الفيميل لانه وحشنا. خلص؟ لسه. دي ايه يا ولاد؟ لا دي ايه؟ ها؟ خلايا كبيره خالص اهي فيها اكتر من نيوكلياي، دي اسمها سنسيتيو ايه؟ تروفو بلاست. وكل الخلايا اللي لها نيوكلياي واحده دي سايتوتروفو ايه؟ يبقى التيومر ده هيقول لي ده عباره عن فيميل تمام؟ مش هيقول لك بلاسنتا لان البلاسنتا ما فيهاش الا الاثنين دول، هيقول لك فيميل. الفيميل دي تقول له عشان اقول لك هنا تقول له هيموج على الخليه الكبيره دي اللي فيها اكتر من نيوكلياي ايه؟ مالجننت سنسيتيو تروفو بلس. مالجننت ايه؟ سنسيتيو بلس. وعلى الخليه تقول له ايه؟ سايت تروفو ايه؟ مالجننت سايت تروفو ايه؟ خلاص يا جماعه. طب لو نزل عليها اس ممكن ينزلها ويقول لك وات ذا دايجنوزيس، تقول له كوريو ايه؟ كوريو. السؤال الاس اللي ممكن ينزل على الكوكا شنو ايه؟
هقول لكم انا هقول لكم اهو بقى اول سؤال ممكن ننزل على الكوكب سوما. يعني احنا في نص الكلام كده اللي احس انها ممكن تنزل اسبي هقول لكم عليها ممكن ننزل سوما خلاص. دكتور الاسبي هيكتب لنا نعم هيكتب لنا اسم السيستم ان شاء الله. فيقول لك اول حاجه وات ذا دايجنوز بتقول له كويو ايه كومن ميثود اوف سبريد. ايه الكومن ميثود اوف سبريد بتاعتها؟ عكس يا دكتور الكارسينوم. هي عكس تمشي بالليمفا ولا البلاد؟ هتبقى بالبلاد الاول ولا هتبقى بالليمفا؟ اللي بيقول الليمفاتيك ينفع ايه؟ هتبقى بالبلاد. اللي بيقول بلاد ينفع لا ايه؟ بلاد بلاد لان في خمسه كارسينوما عكس الايه؟ عكس بعض منهم الكوريو ايه؟ السؤال الثاني فيها عايز خلاص الخمسه اللي عكس اسمع يا ابني عشان انا ذوقي يعني لو سمحت انا الركن ده ما بطلش كلام الشباك يا دكتور حسن يا جماعه لو سمحتوا يا ابني يا ابني عاوز تكين عشان لو في معلومه او لا ماشي. 5 تيومر كارسينوما سبيد ايرلي باي بلاد كوليكولا كارسينوما ثايرويد كوليكولا كارسينوما ثايرويد لوبولا كارسينوما بريست لوبولا كارسينوما بريست سمول كارسينوما لان هذه المفروض تحت اهو كوليكولا كارسينوما ايه ثايرويد لوبولا كارسينوما بريست سمول سيل كارسينوما لان رينال سيل كوريو بروستيت بروستيت فيه منها طيب اثنين الايرلي بس مش مشكله دول كوم تبقى البوست والبوست كارسينوما ست خلاص. انما الساركوما كلها تمشي باي بلاد ما عدا في ساركوما تمشي ايرلي باي لينفات هي برضو في الويلنس دي اعتبارها ساركوما بتمشي اللي باي ايه؟ لمفاتيك اكتر من لمفاتيك ايه اللي باي لمفاتيك خلاص؟ تاني بقى نراجع الفيميل كل اسمع يا ابني اسمع يا ابني يا ابني اسمع الله اول واحدة عندنا ماماري سيستيك هايبرفليزيا سببها ايه؟ الاستروجين انت يالا فالاستروجين بصوا يا اولاد الماماري سيستيك هايبرفليزيا دي عشان تحفظوا الميكروسكوبيك ابييرنس بتاعها لانه بينزل شورت نون مايكروسكوبيك ابييرنس اوف ماماري سيستيك هايبرفليزيا عيله اوزيس اوزيس ده بقى مين؟ اول حاجه ادينوزيس اول حاجه ايه أدينوزيس. يعني ايه ادينوزيس يعني انكريز في النمبر اوف ذا جلاند او اسينال كتير ايه ده اسمه ادينوزيس اسمه ايه ادينوزيس. ثانيه حاجه اسمها ايبيسيليوزيس يعني انكريز في اللايننج اوف اسينال قفلها بعض الاسينال اتملت سيلز ده انكريز في اللايننج اوف اسينال. الحاجه الثالثه بابيلوماتوزيس يعني عمل بابيلاري ايه؟ اهو عمل بابيلاري بروسيس في حته تمام؟ يبقى كام اوزيس دلوقتي؟ اول حاجه ايه؟ ثاني ايه؟ ثالث بابيلو ايه؟ بابيلو ماتوزيس. الحاجه الرابعه فايبروس فايبروس ايه شو؟ الاحمر ده كله فايبروس ايه؟ يبقى انا عندي لو شاور لي على المنطقه دي دي اسمها ادينوزيس يعني ايه بين قوسين انكريز ذا نمبر اوف اسينال. لو شاور على المقفوله دي اقول له دي عباره عن ايبيثيليوزيس انكريز ذا لايننج اوف اسينال. لو شاور على اللي عامله بابيلي اقول له بابيلوماتوزيس فورميشن اوف بابيلاري بروسيس. لو على الحته دي اقول له ايه؟ امال لو شاور على الكبير ده اقول له ايه؟ سيستوزيس سيست فورميشن اقول له ايه؟ سيست فورميشن بس عايزين تقولوا سوزيس وروزيس ده بدا ايه؟ بابيلوماتوزيس ده ايه؟ بابيلوماتوزيس تمام؟ طب المقفوله دي ايه؟
سيليوز مش كده ولا ايه؟ طب الكيلو واسعه دي ايه؟ سيست ايه؟ فورميشن. يبقى انا كده ده الميكروسكوبيك ابييرانس اوف مانا سيست هايبر بليزيا. خلاص كان عيلة ايه؟ اول حاجة ادينوزس. اول حاجة ايه؟ يعني ادينوزس انكريز ذا نمبر اوف اسينار، العدد زاد بتاع الاسينار كلها. نمرة اتنين ايبيتيليوز انكريز ذا لايننج اوف اسينار، اتقفلت بالخلايا. نمرة تلاتة بابيلوماتوزس فورميشن اوف بابيلاري بروسيس. نمرة أربعة فايبروزس انكريز ذا فايبرس ايش. نمرة خمسة سيست ايه؟ فورماتوزس. خلاص يبقى احنا كده ده الميكروسكوبيك، وده سؤال شورت بينزل كتير. كومن الادينوزس ممكن يعلم عليه تاني، عايز ايه؟ الادينوزس ممكن يعلم عليه تاني، مش عارف كده. انت عندك فايبروسيستك ديزيز يا هتدي البتاع ده. في منها بي كاناليكولا هتلاقي الضغط مفتوحة وعايمة في فايبر ستيشن. ضغط مفتوحة اهيت كلها اوبن معظمها، وكل ده فايبر ستيشن، وحوالينها من بره في كبسول فايبر كبسول. يبقى دي فايبر ادينوما بيري كاناليكولا. الضغط مفتوحة يبقى بيري كاناليكولا. فايبر ادينوما عبارة عن ضغط وفايبر ستيشن بس. يا الضغط مفتوحة يا الضغط دي يا اولاد هتتقفل، ودي بقى عامله بالمنظر ده الطبيعي. لو دي الفايبر ادينوما ادي الكبسول بتاعها انا برسمه من فوق اهو، وبعدين الضغط بقت الونجيتد او عامله ستار شيب زي دي كده، وما بينها فلحمة. في فايبر ستيشن. طالما الضغط مفتوحه كده تبقى بيري كاناليكو. في ايه؟ الضغط ده هي يا اولاد لما الفايبر ستيشن تزيد عليها قوي فتقوم ضغطاها تقوم قافلاها، فتبقى الضغط بالمنظر ده. واللي جنبها بقى بالمنظر ده بس مقفوله بقى خالص، واللي تحتها بقى بالمنظر ده، وده الفايبر ستيشن. فالناس زمان افتكروا ان دي كلها ضغط والفايبر ستيشن دخل جواها، كان كلام غلط طبعا. فسموها انتر كانيليكولا، سموها ايه؟ بس الاسم مشي غلط. فبقت دي لما لقيت الضغط مفتوحه يبقى دي بير كانيليكولا، لما لقيت الضغط مقفوله يبقى انتر ايه؟ يبقى هيقول لي بريست ويجيب لي المنظر ده. التشخيص بير كانيليكولا ايه؟ فايبر ادينوما. ادي الفايبر ستيشن كبسول من فوق اهو، وكل الازرق المفتوح ده عباره عن ضغط، تمام؟ وكل الاحمر اللي في النص ده فايبرس ايه؟ ستيشن. خلاص كده؟ ما يا ابني كل الازرق ده مفتوح ده خلاص؟ والاحمر ده كله فايبرس ايه؟ هجيب بس اصبر بس اصبر. الشريحة التانية الضغط كلها بقت عاملة ايه؟ كل اللاينز دي الخطوط دي بقت الضغط مقفولة معظمها. شايفين يا اولاد؟ واللي بينها ده فايبرس ايه؟ دي انت كان لك له فايبر ايه؟ ده لما كبرتها شويه ادي الفايبرس تيشو، ودي كلها ضغط بس اتقفل ومسكت في بعضها. هم افتكروا بقى زمان ان دي ضغط والفايبرس داخل ايه؟ جواها، تمام؟ لكن الاسم يمشي وخلاص. ادي الاثنين جنب بعض، الاثنين فايبر ادينوم، واحده الضغط فيها مفتحه اهيت وفايبرس اسمها بيه ايه؟ وحوالينها كبسول من فوق. الثانيه الضغط معظمها اتقفل وما بينها فايبر ستيشن اسمها انتا ايه؟ نكبر الانتا كانيكولا. ها يا عيني، تمام؟ ادي الضغط كلوز وادي فايبر ستيشن. هيشاور على ايه؟ هيقوم شاور لي فوق على تقول له فايبر ستيشن كبسول، فايبر ستيشن ايه؟ كبسول. هيشاور تقول له اوبن ضغط، اوبن دي هنا فايبر ستيشن، هنا كلوز دك، هنا فايبرز ايه؟ هنا كلوز دك، هنا فايبرز. التشخيص ها فايبر ادينوما في كاناليكولا انت ايه؟ خلاص. طيب دي شعه خايبه خالص، دي عباره عن دك يا اولاد
واحدة كبيرة خالص اهي ودي ضغط تانية مقفولة خالص بالخلايا وجوه الضغط دي نيكوزيس ومليانة بالهايبر كروماتيك سيلز. يبقى دي عبارة عن ضغط فيها هايبر كروماتيك مالجنانت سيلز وكميد ونيكوزيس كميد ونيكوزيس اقول تالي كميد وايه اي شوية نيكوزيس جوه شوية خلايا اسمهم كميد ونيكوزيس اسمهم ايه وادي ضغط تانية كلوز ضغط كلوز ده ايه اللي ما بينهم ده فايبرس تيشو. يبقى ده ضغط لايند بمالجنانت سيلز فيها نيكوزيس ودي ضغط لايند باي مالجنانت سيلز عاملة سوليد وبينهم فايبرس تيشو. التشخيص ضغط كارسينوما انسايتو ضغط كارسينوما ايه يعني ايه انسايتو يعني لسه المالجنانت جلاند دي ما طلعتش بره. علشان اقول لكم على حاجه برضو لله هات يا ابن المشاور انت حاططها فين حاططها تحت على الخروجه تحت من غبيه وادي الضغط سوليد واللي بينهم فايبرس ايه تيشو. خلاص كده هشاور لي على دي اقول له ايه عباره عن مالجنانت ضغط كونتيننج هايبر كروماتيك انفلامات هايبر كروماتيك مالجنانت سيلز اند كوميدو نيكوز. لو شاور على بس ده اقول له ده كوميدو ايه نيكوز. اشاور على ده اقول له دي عباره عن ضغط فيها سوليد مالجنانت ضغط كونتيننج مالجنانت سيلز. خلاص طيب تاني دي عباره عن مالجنانت ضغط لاين دي باي مالجنانت ضغطال سيلز هايبر كروماتيك وفيها مايتوزيس وهايبر يعني اكتب له مالجنانت كاركتر. وهنا ده كوميدو نيكوزيس دي سوليد مالجنانت ضغط لاين دي باي مالجنانت ضغطال سيلز ده فايبرس تيشو. دي بقى اولاد الصوره بتاعه الضغط كارسينوما عباره عن شويه مالجنانت سيلز عاملين ماسس سبعت بفايبرس ايه زي مثلا سنتات ادي الشريحه الدياجنوز بتاع اللي فاتت ضغط كارسينوما انسايت ضغط كارسينوما ايه انما دي بقى عباره عن انفيزف ضغط كارسينوما شويه مالجنانت ماسس الزرقاء دي سبعت بفايبرس ايه تيشو. وادي الهايبر عشان تتخيلوها ادي المالجنانت ماسس سبعت بفايبرس ايه اسمها انفيزف ضغط كارسينوما اسمها ايه المنظر الثاني اهو عباره عن مالجنانت ماسس اهي. لو شاور لك على اي حاجه قول له دي عباره عن مالجنانت ضغط السيلز وتقول له المالجنانت كاركتر هايبر كروماتيزم مايتوزيس وبوليو ايه مورفيز وده الفايبرس تيشو او الديسموبليزي او ايه ديسموبليزي. تعالوا نرجع للبليست تاني ايه دي يا اولاد